باسم الرئيس الفرنسي أود أن أقدم للفريق الأول طالب القينالي وسام الجوهر الشرف. Taleb al-Qinani, au nom du président de la République, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. موطني موطني الجلال والجمال. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. سعادة السفير الفرنسي المحترم، الأخوة أعضاء السفارة، الحضور الكرام، الضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها مناسبة عزيزة وعطرة، وفي شهر رمضان المبارك أن نجتمع في جهاز مكافحة الإرهاب، وفي هذه المناسبة اللي نشهد فيها تقليد وسام الشرف من قبل الرئيس الفرنسي. علاقتنا مع الجانب الفرنسي علاقة تاريخية وفي ازدهار وتطور مستمر، وللرئيس الفرنسي دور مهم وكبير في موضوع مكافحة الإرهاب، وكلنا يعلم أول زيارة تحققت بعد أحداث حزيران 2014 قام بها الرئيس الفرنسي أولاند، وبعدها كان هناك مؤتمر باريس لمكافحة الإرهاب، وهذا الدعم المستمر تطور إلى إرسال العديد من الجنود والمدربين والاختصاصيين لدعم وإسناد جهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدعم والإسناد الجوي من طائرات استطلاع وعناصر فنية، وكذلك مجاميع من الاختصاصيين في مجال الاستخبارات للجيش ولجهاز مكافحة الإرهاب. كانت مسيرة حافلة بالتعاون والتنسيق، وكان ثمرتها وهذه الانتصارات الكبيرة اللي تحققت بفضل مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب ومقاتلي القوات الأمنية الأخرى. حققت انتصار كبير فعلا. هذه معركة نيابة عن العالم ساهم فيها الجانب الفرنسي، والرئيس الفرنسي كان على مخربة، وكذلك وزير الدفاع السابق حاليا وزير الخارجية كان له أثر ودور كبير في دعمنا وإسنادنا، إرسال ما نحتاجه بصراحة من طائرات من معدات لدعم جهاز مكافحة الإرهاب ولدعم عملية مكافحة الإرهاب في العراق. هذا كان له الأثر الإيجابي الكبير على كل القوات في تحقيق تقدمها واضطرادها وتحقيق الانتصارات الكبيرة. في هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أقدم شكر جزيل إلى الرئيس الفرنسي أولاند وإلى وزير الدفاع السابق حاليا وزير الخارجية وإلى سعادة السفير وإلى الحكومة الفرنسية وإلى الشعب الفرنسي ولكم جميعا. شكرا لكم وبارك الله بكم. شكرا شكرا.